أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما قيمة الثلاثة دراهم أو الربع دينار في وقتنا الحالي، وبأي شيء تقاس؟ ربع دينار مثقال، يعني ربع مثقال، ربع مثقال، لأن الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، وربع ربع مثقال، وربع الدينار في ذاك الوقت يساوي ثلاثة دراهم، فالأصل ربع الدينار، ثلاثة دراهم إسلامية، وهي تعادل تقريبا ثلاثة أرباع الريال السعودي، ثلاثة أرباع الريال السعودي أو قريبا من هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.